السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جديد على قناتكم شيوة سهلة وأفكار مفيدة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك فيه معكم فطائر مالحين بعجينة قطنية تجي هشيشة وناجحة وخفيفة. أتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى النهاية، وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا هذه القناة ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس إلى عجبكم المحتوى ديالها. أول حاجة غادي نبدأ بالعجينة، غادي نحتاج فيها هنايا كاس كبير ديال الحليب يكون دافي، معلقة كبيرة ديال الخميرة، نص معلقة ديال السكر سنيدة، شوية ديال الملح. غادي نخلط مزيان هاد العناصر حتى تذوب ليا شوية الخميرة، وغادي نزيد كاس ديال الدقيق. الكاس باش عبرت الحليب السعة ديالو 200 مليلتر، هو نفس الكاس باش غادي ندير الدقيق، كاس واحد ديال الدقيق. وغادي نخلط مزيان وغادي نغطي على هذا الخليط حتى كيخمر تولي الكثافه ديالو هكا ثقيل، مهم تفاعل لينا الخميره مزيان مع داك الحليب. وغادي نزيد عليه هنايا نص كاس، دائما نفس الكاس باش عبرت، نص كاس ديال الزيت، وعندكم الاختيار بغيتو زيت بلديه او لا روميه. وغنخلط مزيان وغادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه حتى كنتجمع ليا العجينه، ولكن تكون باقي مرخوفه، ما تكونش عجينه قاسحه. كما كتشوفوا هنايا الكثافه ديالها تكون شويه مطلوقه، تنحاول نجمعها مزيان. غندهنها بشويه ديال الزيت وتخمر المره الثانيه حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ضروري انكم تخليو العجينه مرخوفه باش الفطائر يجيوكم هشاش. غادي ندوز هنايا للحشوه، غادي ندير حشوه عاديه، تقدروا الحشوه تتبقى لكم اختياريه. انا هنا درت القرعه الخضراء، الكورجيت محكوكه مع خيزو محكوك، الفلافل الالوان درت الخضراء والحمراء، ودرت كميه من الربيع، ودرت العطريه السكنجبيل الخرقوم البزار الكمون شويه تحميره وشويه الملح، وملون اختياري. غادي نشحر مزيان هاد وشويه ديال الزيت الروميه، نشحرهم مزيان على عافيه تكون مجهده شويه باش ما تطلقش لينا هاد الخضر الماء ديالها وتجينا دايبه بزاف. غنشحروهم مزيان على عافيه مجهده ونبقاو نحركوهم حتى كيتشحروا مزيان. وغادي نزيد عليهم هنايا كميه من الشعريه ديال الرز، رطبتها في الماء من قبل واحد نص ساعه في الماء طايب، وزدت عليهم ايضا العلبه ديال السردين المعلب. تقدروا تزيدوا، تقدروا تستغناو عليه وتقدروا تعوضوه بالطريفات ديال الدجاج، ديروهم مع الخضره في الاول وتشحروهم معاها. غادي ندوز هنايا العجينه من بعد ما خمرت ليا، كما كتشوفوا هذه هي تضاعف الحجم ديالها. غادي نديكازيها اولا نخرج منها الهواء، وغادي نبدا نيشان نخدم بها. دهنت هنايا، رشيت سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نسرح مزيان هذه العجينه، العجينه نرققوها ما نخليوهاش غليظه، حيت هاد العجينه خليناها تخمر جوج مرات تتجينا خفيفه. قد ما رققنا العجينه كتكون زوينه، كتجي هشيشه حيت دغيا تتفاعل ودغيا تتخمر المره الثالثه. كما كتشوفوا غنرقق مزيان العجينه، غنستعمل المدلك ونرش شويه ديال الدقيق حيت العجينه تتكون خفيفه تتلصق شويه. كما كتشوفوا هذا هو السمك ديالها رقيقه. غادي نجيب هنا واحد القطاعه، والقطاعه على حسب الفطائر اللي بغيتو واش كبار ولا صغار. انا هنا قطعت غير بزلافه، هي اللي جاتني العبار ديالها مناسب. غادي نقطع هنايا حتى نكمل الكره باش بديت. غادي نجمع هنايا العجينه اللي تتبقى ليا، غادي ندير منها كريه وغادي نحطها، راه دغيا تتخمر ودغيا تتعاود تطلع، ونخدم بها عادي المره الثانيه. غادي ندير هنايا الحشوه من بعد ما بردات، ضروري الحشوه تبرد باش ما تقطعش لينا العجينه. وغادي نجمع بهذه الطريقه على شكل نصف دائره. غادي نسد هنايا بفرشيط، غير نضغط عليها مزيان باش العجينه تلصق على اختها. وتقدروا تجمعوا بهذه الطريقه انكم تلويوا العجينه الا خفتوا انها تحل. كما كتشوفوا الفيديو موضح الطريقه ديال ان تنطويو العجينه على اختها. صافي تتكون عندنا هكا الفطيره واجده، تنحطوها في لاطا تتكون مدهونه بشويه ديال الزيت،
وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى تنكمل الكمية اللي عندي. كما كتشوفوا هنايا تقدروا غير تضغطوا بالفرشيط وتخليوها على هذا الشكل هذا، راه العجينة تتلصق ما تتحلش. كما كتشوفوا انا غير القطع الاولى، جوج القطع الاولى هما اللي سديتهم وطويت العجينه، ولكن كي بانت لي العجينه راه تتلصق ما تحتاجش اننا نطويوها، خليتهم غير هكا تنضغط عليهم على بالفرشيط صافي وتنخليهم. من بعد ما تنكمل العجينه وتنعمر لاطه ديالي تندهنها مباشره بالبيضه، خلطتها مع شويه ديال الخل، طربتها مزيان ودهنتهم هنايا كلهم. العجينه ما تنخليوهاش مازال تخمر، صافي راه خمرات لينا المره الاولى والثانيه كافيه، تندخلوها نيشان للفران. من بعد ما دهنت هنايا بالبيض رشيت شويه ديال الزنجلان، تقدروا تزيين اختياري، تقدروا تخليوها غير هكاك ولا ترشوا البافو. تندخلوهم الفران يكون سخون عافية متوسطة، تنشعلو عليهم من تحت كيتنفخو وتنحسو بهم انهم نشفو، تنشعلو عليهم من الفوق باش يتحمرو. الا كان عندكم فران كهربائي تقدروا تشعلو عليهم من الفوق ومن تحت في مرة واحدة حتى كيطيبو وتيتحمرو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. هاد العجينة تتجي زوينة بزاف، خفيفة وهشيشة، ما تتجيش معجنه في الفرن، تتجي هشيشه بحال تاكلي شي بسكوي محشي، زوينه بزاف، غادي تعجبكم. نتمنى انكم تجربوها. واما بالنسبه للحشوه تقدروا ديروا اي حشوه بغيتوا، تقدروا تعمروا بحشوه مالحه ولا حشوه حلوه، الحشوه تتبقى اختياريه. الفكره في هذا الفيديو او الفائده في هذا الفيديو هي العجينه اللي تتجي زوينه بزاف، كتصلح لجميع الفطائر كما قلت لكم الحلوه والمالحه، وتقدروا تستعملوها ايضا الخبز ساندويتش، ديروها هيك كبله حشوه تطيب وتستعملوها كبرجر او لساندويتشات، تجي خفيفه وزوينه بزاف. نتمنى تكون تعجبتكم هذه الوصفه، وما تنسوش تخليوا لي لايك للفيديو وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. شكرا لكم على المتابعه، شكرا على تشجيعاتكم الدائمه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.